بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور علي الخطيب من قسم علوم الحاسوب بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب بمحاضرة يوم الثلاثاء الموافق 14/7/2020. محاضرتنا هي الجزء الرابع من الشابتر الثاني وتتحدث عن الاندرسكور اندرسكور اس تي ار. الآن للتعامل مع السترينجز، خلينا نبرز المشكلة أولاً وبعدين نحلها بالاس تي ار. هو درس يعني عاملينه درس بالتفصيل، احنا كنا ضمنيا نبرمج هذا الشيء، فلو جينا عملنا مباشره هون عندي برنامج جديد باسمي نيم رائد ورقمي الجامعي الاي دي 2019901 والبروجرام نيم، معني بالـ str بمادة الـ object.python. هذا البرنامج نفس الإشي بخزنه أنا على الديسكتوب بمنطقة أنا بعرفها، عادة أنا بخزنه على الديسكتوب قدام الطلاب أو بخزنه على مجلد المادة إذا عندي مجلد للمادة فيه كود على أساس أرجع له وأعدله بالمستقبل أو أرجع أخذ منه أي معلومة. لاحظوا ما خزنته أنا على الديسكتوب، خزنته في مكان البرمجي، فبرجع بعمل له ريدايركت على الديسكتوب وبخزنه على الديسكتوب. الآن هو اليوم الدرس هذا بالذات بتحدث عن البرنت أوت أو الديسبلي للبرنامج، فخلينا نأخذ الكلاس البوينت ونراجع الكلاس البوينت بس بطريقه الانيشلايزرز والكونستراكترز ديف اندرسكور اندرسكور انيت اندرسكور اندرسكور. فهو بعلمني على جزئيات الماده هون وتفاصيل وحيثيات الماده بالنسبه للاوبجكت، هاي اي وتساوي صفر وبي وتساوي صفر، والاي من نوديها للاكس والبي من نوديها للواي للبوينت بالنسبه للنقطه. فself.x أول attribute إحنا بننشئها من خلال initializers تساوي A، وself.y وتساوي B. أنشأنا الكلاس وصممنا ال initializers تاعه مع ال attributes تاعته. الآن في عندنا إذا بتلاحظوا هون بتحدث عن ال str، ال str لعمليات الطباعة. كنا نطبع عشوائيا من المين بعد ما احنا نعمل البوينت، نطبع عشوائيا. فمثلا هون عامل هو بوينت 3 وناقص 4، اطبع لي الاكس للبوينت، اطبع لي الواي، هم بيطبعوا النقطه الرياضيين بهذا الشكل، قوس احداث الاكس مع الاحداث الواي بهذا الشكل. طبعا بدنا نطبعها بفانكشن، المفروض انها تنطبع بميثود او فانكشن، فخلينا ناخذها as it is. هاي هون عملية الطباعة نأخذها ونوضحها ب function اسمه str، هاي هون underscore str نعرف أول شيء div underscore underscore str underscore underscore، وهذا بأخذ النقطة كاملة الأوبجكت كامل وببلش يطبع فيه. طبعا رح يرجع هاي النقطة للديسبلاي، احنا المفروض يكون عندنا ديسبلاي ريتيرن وجملة الطباعة اللي بدنا اياها من غير برنت ريتيرن. لاحظوا استخدم الزائد، في حال استخدامك للزائد رح يظهر عندك مشكلة مش الفاصلة، انتبهوا، في حال استخدامك للبلس رح يظهر عندك مشكلة انه الانتجر يجب ان يوضع قبليه البلت ان فانكشن اس تي ار، بقلب الانتجر او الارقام الى سترينج وبيجي بيجمعها مع هاي في عمليه جمع او كونكاتينيشن للقوس مع الرقم اللي هو بيعبر عن الاكس مع الفاصله مع الرقم اللي بيعبر عن الواي مع الفاصله. الان انتهينا من تصميم فانكشن الاس تي ار، ظل مناداته من فانكشن الديسبلاي او فانكشن البرنت اول. عاده هم بسموه ديسبلاي او شو، والشو هذا بده السلف نفس الشيء، بده الفانكشن بده الاوبجكت عفوا، وبده ينادي
الاستيار print str self print طباعة للإشي اللي راجع من الاستيار وبنودي له السلف. لاحظ أنا بهذا الأسلوب هذا الدرس هيك شكله، يعني إحنا رح نتطرق له هون. فلو مر معك بأي كود بدك تعرف شو طبيعة هاي الستندرايزيشن في عمليات الطباعة أو إخراج المعلومات على شاشة الكونسول أو الأوتبوت على كتقرير display بروح بنادي الاستيار، فالمحجوز كلمة الاستيار هاي ضمنياً إنه بنادي الاستيار، والاستيار بروح بكون جملة الطباعة أو بكون جمل الطباعة وبرجعها. ولكن إذا كان في رقماً بحوله إلى string، طيب نشوف هذا التأثير بالمين كود، لأن احنا عارفين تأثير البرنت العادية بالمين كود. الآن بحكي له بدي أنا أنشئ النقطة الأولى وتساوي البوينت البوينت ببعث لها 3 ناقص 4. الآن بعمل رن لبرنامجي حتى أتأكد أنه شغال، وبروح بنادي أنا B1 dot الآن من أحد الفنكشنات أو الميثودات للB1 اللي هو الديسبلاي، ولاحظ الديسبلاي شو راح يعمل، بيجي بطبع لنا إياه. طب كيف إحنا نادينا الديسبلاي؟ الديسبلاي نادى الاستيار وطبع الطباعة. هاي هي فكرة يلا يا غيث اسألني سؤالك كمان مرة، لأنه سؤالك ممتاز هو جوهر الدرس. نعم شو هو؟ قبل شوي ذكرت لنا إنه في مشكلة بخصوص إذا استخدمنا الزائد. أيوة أنا بجملة الطباعة. نعم بالضبط، عند البرنت اول استخدمت الزائد وضل يعطيني سنتكس ايرور وما فهمت شو بعمل. طيب خلينا نجاوب على سؤال غيث. طبعا هي كل الدرس مبني على اساس يجاوب على هاي النقطه حقيقه. يعني سؤال غيث بيقول طيب شو يعني اللي بصير مع الزائد؟ خلينا احنا نقيم الاس تي ار من هون ونقيم الاس تي ار من هون ونعمل رن مره ثانيه، راح يعطيني سنتكس ايرور وبيقول لي ما بصير انت تجمع سترينج، هذا سترينج اللي بين كوتيشن، مع رقم وتعمله concatenation إلا إذا قلبته بالبلت إن فانكشن الاس تي ار اللي بيقلب الانتجر هذا إلى string، بصير الرقم اللي هو 3 بصير ينقرأ 3 كحرف. طبعا في ناس بتحايلوا بيحطوا الفاصلة بدون ما يستخدم الاس تي ار، احنا كنا نستخدمها ترى فكرة الفاصلة قبل ما نيجي للدرس هذا، بتمشي الطباعة ما في مشكلة، لكن بعطيك مشكلة على الريتير. هون بعد عندنا زائد، هاي في فاصلة ايوه، فممكن انها تمشي عمليه الطباعه. الافضل بالاس تي ار باستخدام البلت ان فانكشن اللي موجود بالبايثون تبع الاس تي ار انه احنا نعمل هاي بعد هون كمان واحده، خلينا نشغلها بدون الاس تي ار، راح تظل في عندنا مشاكل بدون الاس تي ار. فاحنا اذا اهم شيء بالدرس لما بدنا نبني بهذا الشكل، اي متغير من نوع ارقام فلوت او انتجر نقلبهم الى اس تي ار الى سترينج حتى يمشي البرنامج معه. فاحنا من اذا الاس تي ار وظيفته انه انت تعمل عمليه الطباعه، عمليات الطباعه والاخراج بالشكل الصحيح. فاتوقع انه وضحت النقطه. خلينا نكمل درسنا، شوف شو اللي شرحه بالاس تي ار او اذا نسينا اي نقطه بالاس تي ار. فهو بيقول بالجافا في convert to string لما يكون في كلام الاستيار، نفس الشيء احنا في عندنا التو فانكشنز، احنا جمله الطباعه بدنا ننادي الاستيار اللي محجوزه، والاستيار بدنا نعمل جمله الطباعه ونعملها ريتيرن على البرنت بمناداه الاستيار. فانا ناديت الاستيار ووديت له الاوبجكت، والاوبجكت راح لهون وبلش ياخذ منه الاتريبيوتس ويكون جمله الطباعه. الان اذا واجهتك اي رقم بدك تقلبه لسترينج، هاي الفكره. هنا المثال متكامل، في عندي point، في عندي x و y إلها، وفي عندي distance from origin متذكرينه عادي function عادي، distance between two points، يعني هذا الدرس كله تكامل هون. translate str display، وبعدين نيجي للمين كود، هاي البوينت هاي display، وكمان لا ننسى بحكي لك هون، يعني هاي النقطة احنا ما ذكرناهاش بالمثال اللي برمجناه، بحكي هون في نقطة مهمة، لا تنسى انه بامكانك انت تعمل المناداة بالميثود الثاني بالطريقة الثانية، متذكرين الطريقة الثانية لمناداة الميثودز
هاي الطريقة العادية، اسم الأوبجكت واسم الميثود تاعه مع قوسين، أو اسم الأبو تاعه اللي هو الكلاس البوينت ديسبلاي، ومنودي بدل السلف اسم الأوبجكت، فالأوبجكت صار باراميتر لأنه هو السلف الأوبجكت. هذا بدلك على أنه باراميتر. فهي عملية منادى ثانية. خلينا نطبقها على برنامجنا قبل ما ننسى نفسه هو معنا قبل ما نطلع منه. هاي نيجي لهون برنامجنا هذا بيحكي لك بإمكانك أنت تبدل، بتصير point، خلينا نشتغل point dot display. الآن الديسبلاي بدها لما إحنا نشتغل من البوينت من البيرنت الأصلي بدها باراميتر بي 1 object بدل السلف. هون السلف ما بنبعثها لأنه السلف موجود هون بالأول. بطريقة ثانية خلينا نعمل run نتأكد نفس الطريقة بس بعملي كان في درس بدلنا على المنادى هاي. طيب شو كمان شرحوا بالSTR؟ بيحكي هون في مثال، في عندنا مثال السيركل، السيركل الباي فيها 22 على 7، مثال وكأنه سؤال، يعني المفروض كل واحد يفتح ورقة ويبلش يحل بالسؤال هذا نظريا ويشوف كيف انعكس كل الدروس اللي بالشابتر على هذا السؤال. بيحكي لك declare a constructor مشان انت تعمل الاتريبيوت الراديوس، الدائرة إلها properties او attribute مهم اللي هو radius اللي من خلاله نقدر نوجد مساحة الدائرة او محيط الدائرة. بعدين بقول لك اعمل method اسمه area. بعدين لاحظ هون حيثيات الدرس اللي احنا بنشرح فيه، بقول لك بدك تعمل لي str، بدك تعمل لي البلت ان فانكشن str هذا underscore underscore str، ويجي يعمل لي return لجملة الطباعة بالشكل هذا. دي انا هيك يطبع لي الشكل الراديوس 3.5 في السيركل الاريا الها 38. طبعا بمناداتك ل السلف دوت راديوس هون، وهون بمناداتك ل السلف دوت اريا بين قوسين الميثود. خلينا نشوف الحل مباشره. لا تنسى الاس تي ار للكونفرت للسترينج لهذا الرقم ولهذا الرقم الفلوت. الان بيحكي لك انشئ لي اول اوبجكت اسمه سي 1 وله الاس تي الراديوس 3.5، انشئ لي اوبجكت ثاني وله 7 الراديوس، ارسم لي اليو ام ال دايجرام للسيركل بعد ما انت بدات برمجه، ارسم لي اليو ام ال اوبجكت دايجرام للسي 1 والسي 2. طبعا هاي كلها دقيقتين بدك تحلها. بيحكي لك الان الراديوس للسي 2 اللي هو 7 غيره الى 8.5 وكمل شغل. الحل موجود، الحل موجود عندكم. احنا ما بدنا نرجع نبرمجه هون، بس احنا بدنا نشوف كل السؤال كيف راح يجينا مثلا من A to Z. طيب كيف الحل؟ نشوف الحل. بحكي انه هاي السيركل، السيركل بدها محل باي، او ممكن نجيبها من الماتوت باي. الباي 22 على 7 هاي ثابت رياضي بس ممكن نشيلها معنا بالسيركل. الانيشلايزرز بده ار مشان يخزنها بالراديوس، فهاي الاتريبيوت الرئيسيه. في عندنا الاريا بدها الار مشان تحسب الراديوس، او ما فيش داعي للار هون. ممكن واحد يقول لي ما فيش داعي، ما هي السلف محها الار فبيجي بيقراها من السلف دوت راديوس، ما فيش داعي يقراها من الار اللي وصلت. فهنا ممكن واحد يعدل على الكود ويحكي لنا انه ما في داعي لها الار، هاي الار ما فيش داعي لها لانه هو قاعد بيقرا الراديوس تماما من هون. ايوه السلف، درسنا السلف هاي underscore underscore self str self جملة الطباعة زي ما بدو ياها radius str. لاحظ هنا قلبها زميلكو غيث لما سألني ليش ال str لأنه في زائد self dot radius قلبها الرقم قلبه إلى string. بعدين كمل على السطر الثاني، هاي الكمالة على السطر الثاني إذا بتذكروها من أيام ال CS 111. جملة الطباعة على الأريا و الآن هون انتبهوا لهذا الكود self.area نادى الميثود ووداله self.radius لأنه بده الـ R، بس بإمكاننا هاي نقيمها كمان بس نعمل قوسين، يعني self.area قوسين. فهاي الجملة مهمة وممكن أكتبها أنا بطريقة ثانية، خلينا أكتبها بطريقة ثانية، يعني بدي أكتبها بطريقة ثانية هون self dot area و قوسين بدون الراديوس. طبعا هنا بكون فيش راديوس هون،
ممكن تكون مشطوبه الريفيوز، بس انه ضروري انك تحط القوسين حتى يشتغل الفانكشن. جو خذ الريفيوز مباشره من الاتريبيوت. لاحظ الديسبلاي اس تي ار سيلف، بنادي الاس تي ار جمله الطباعه اللي هي ريتيرن وبطبعها. الان نكمل السيناريو تبع السؤال، بيقول اعمل سي 1 والها 3.5 الريفيوس واعمل طباعه الها اللي هو الاوبجكت الاول، اعمل سي 2 والها 7 الاوبجكت واعمل طباعه الها، غير الريفيوس للسي 2، سي 2 دوت ريفيوس ايكوال 8.5 بدل 7.5 واعمل طباعه مشان تشوف التغيير اللي صار. فهذا التغيير هاي الاوتبوت اللي صارت ليهم كلياتهم. اتوقع المثال واضح. ظل عندنا بالمثال اللي هو النوتيشن، بيحكي بيقول النوتيشن هذا البرنامج، هذا الكود تبع البرنامج لو بدنا نيجي نطبقه وننفذه، وهاي النوتيشن للكلاس دايجرام، في باي بابليك فلوت وفي ريديوس بابليك او فلوت، وفي الانيشلايزر بده ريديوس، وفي الاريا ما بدها، بدها ريديوس او ما بدها ريديوس، وفي الاس تي ار في ديسبلاي. لاحظ الميثودات صار نزيدين، انيشلايزر الاريا الاس تي ار والديسبلاي، زاد عندنا الان بدرس اليوم الاس تي ار والديسبلاي. السي 1، السي 1 فيها الباي والريديوس، طبعا فيها الميثودات بس على اساس ما بتوسع سلايد. السي 2 فيها البي 1 والريديوس، الان الريديوس هون 3.5، الريديوس هون 7 للسي 2 لانه السؤال هيك بطلب، بعدين بتتغير هاي لل 8.5، وهذول الميثودات الثانيات. صح، اتوقع المثال واضح. اذا السؤال هذا بيقول سوي لي، اعمل لي كرييت لكلاس اسمه ريكتانجل. عارفين الريكتانجل المستطيل هاي رسميه، رسمته بده اللينث والويدث، العرض والطول والعرض، مشان نحسب له الاريا. بيقول بدي تبني لي اس تي ار بهذا الشكل، يكتب لي اللينث مع استخدامك للاس تي ار للويدث والاريا وتناديهم كلهم كلياتهم، وتبلش انت تعمل الاوبجكت الاول. الاوبجكت الاول اللي طالبه هون هو اسمه ار1، ار1 له اللينك 3 والويث 4، ار2 اللينك 7 والويث 8. الريكتانجل كلاس دايجرام بدك ترسمه، اليو ام ال كلاس دايجرام والاوبجكت يو ار دايجرام، غير لي اللينك ل 4.5 بالاوبجكت الثاني. فبنفس الاسلوب، ما اختلف شيء بس اختلف صيغه السؤال. اذا بتلاحظوا الاسئله الان كلياتها متشابهه، انت لما تعرف فنيات سؤال واحد خلص تعرف كل شيء. مطلوب منكم تعملوه، هذا واجب، بخط اليد تبرمجوا على السبايدر وتبعثوه بملف اتاتشمنت بالايميل. الهيدن بعد الريديوس في عندنا درس الجيتر والستر او جيت اكس وست اكس. ست يعني عبي بالاكس قيمه، وجيت اطبع قيمه اكس. احنا كنا بالمفتوح، كنا بالمفتوح، خلينا نعمل الان نترك عمليه الاس تي ار. كنا بالمفتوح هون نيجي نحكي له برنت b1.x. b1.x قديش راح تطلع هاي؟ تفضل كونسول ران 3. الان انا لو رحت عملت الاكس اندرسكور اندرسكور اكس واجيت قلت له الاندرسكور اندرسكور اكس هون، خلينا نعملها بس مشان ما تضرب معنا هيك، انا عملتها برايفت، عملت لها هيدن. لو جيت انا هون قلت له بدي اطبع الاكس، فما راح يطبعها، راح يقول لي هذا الاتريبيوت هيدن مخفي. وحتى لو انا اجيت قلت له، طبعا هون راح تزبط معنا البي 1 اندرسكور اندرسكور اكس تساوي 8، وجيت قلت له اطبع لي اياها، لاحظوا هون ضبطت. هون 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 عمل اتريبيوت ثانيه للبي 1 اسمها اندرسكور اندرسكور اكس، غير عن الاندرسكور اندرسكور اكس اللي هون. فهون يعني انت ما شغلتش الاكس الرئيسيه، وبالتالي كل هذا السيناريو خطا. الان الفكره انه احنا عملنا هيدن بروبرتي، هيدن والهيدن بروبرتي هاي بدنا نتعامل معها بجيتر وستر. خلينا نيجي للجيتر وستر، هذا درس الاس تي ار خلاص. الجيتر والستر،
الآن أول فانكشن اسمه ديف، عادة بسموه get x مشان يكون معكوس من واقع الجيت الحصول، جيت الحصول أو طباعة x. وهون تقول له print اللي هو self dot underscore underscore x، وخلينا هون كمان نزيد نقول x تساوي x تساوي run. نفذ البرنامج، طبعا فيهوش اخطاء وفيهوش طبيعة لان احنا مش طالبين نطبع. الان نرجع نعمل المشكلة ب 1 dot underscore underscore x، ونيجي نقول له print print ل underscore underscore x. ما راح يطبعها، راح يعطينا خطأ لانه بيقول لي انت قاعد تطبع باتريبيوت مش قادر اشوفه هو hidden. طيب كيف بدنا نطبعها؟ نحكي له b1.getx ومنشغل الميثود تبع getx اللي هو ضمنيا موجود جوا للطباعة، فبيجي بيطبع لنا x وبيطبع لنا 3 اللي احنا وديناها قبل شوي 3. طيب كيف انا بدي اعبي؟ في واحد ثاني بيعبي ب x اسمه def، احنا عادة بنسميه setx، عبي قيمة ب x. هذا بده self وبده قيمة مثلا i، والi هاي بدنا نبعثها مشان يعبيها. هنا بيجي بيقول لك self dot underscore underscore x تساوي الi، بيعبي فيه. فهون لو اجينا رحنا قلنا له b1 dot set x وودينا له 8 او 9، بيجي بيعبيها بدل الثلاث اللي تعبت قبل شوي طبعها، وبيجي بيكمل وبطبع لنا اياها ونلاحظ انها 9. فاذا الجيت والست او الجيتر والستر هم فانكشنات جداد ظهروا معنا. هذول الفانكشنات كل اتريبيوت وكل بروبرتي المفروض نعمل جيت واي وست واي، وخاصه الهيدن اللي بيكونوا اندرسكور اندرسكور اكس او اندرسكور اندرسكور قبليهم معمول لهم هيدن ما بنقدر نتعامل معهم بابليك من المين كود، بنبني لهم ست تو جيت، ست لتعبئه القيمه لاسناد القيمه له للاتريبيوت، جيت لطباعه القيمه، وبتم التعامل معها من خلال الفانكشن الجيت وس. هذا درس الجيت والست. خلينا نشوف الحيثيات اللي موجوده بالسلايدات. بيحكي في جيتر وستر مشان نتعامل مع الاوبجكت. الجيتر والستر بتظهر اهميتها لما احنا نيجي نبني attributes. فمثلا هنا باني كلاس A مسميه بدل كلاس بوينت، وفي initializers، والinitializers حتى مش مودي له قيم، يعني مشان يختصر قايل في عندي function لبرايفت underscore underscore private او underscore underscore x. I am a private، انا مخفي hidden وخاص. I am protect، هنا محمي الunderscore الوحدة. I am public، بدون اشي. I am public. وبقول لك الآن الـ underscore underscore x underscore underscore y بدها ست للx وجت للx زي ما برمجنا، وبدنا ست للy وجت للy مشان نتعامل معهم ونطبع الست والجت. طبعا هون عاملها هو return وكاتب جملة الطباعة، أو أنا عملت جملة الطباعة جوات الأمر. فبالتالي الـ private اللي ما بنقدر نتعامل معاه بالـ public بالـ main code بنصير نتعامل معاه من خلال الميثود تاعه تبع الجت والست. لاحظوا الآن الزيادة اللي صارت، هاي الزيادة مهمة جدا احنا نفهمها. صار عندنا اول اشي هاي اللي بيمشي معنا الـ UML diagram، صار عندنا بدل الزائد اللي كانت قبل شوي هون صارت ماينس او داش، لانه الزائد تدل على انه public، وهون الماينس تدل على انه private. هاي احنا عملنا private، لاحظوا عملنا private الx، الx عملناها private، فبما انها برايفت احنا كتبنا انها برايفت صراحه، وحطينا قبليها ماينس بدل الزائد. الواي نفس الشيء. الجيت لغايه الان الجيت والست هو بابليك، بعدنا ما عملناها برايفت، ما حطيناهوش اندرسكور اندرسكور، والجيت والست صاروا يظهروا مع الفانكشن. فلو جينا رجعنا كمان مره للرسمه هاي ناخذها معنا، خلينا ناخذ الرسمه هاي معنا دقيقة، خليني أنا أخذ الرسمة هاي معنا مشان نكمل السيناريو.
بدي أخذ الرسمة هاي معي كوبي وأرجع لورا سلايدين لما سألني غيث على السلايد هذا. انتبهوا على السلايد هذا. الآن هذا السلايد بدي أعمل له دابليكت ونشوف الفرق بينه وبين الـ UML diagram الجديد. انسى الكود وانسى الموقع هذا، أنا بدي تركزوا لي على النوتيشن شو صار فيها. انتبهوا. طبعا هذا للبوينت وهذا للسيركل. الآن انتبه شو اللي صار بالنوتيشن، وهي مهمة جدا. إذا النوتيشن لما تيجيك من دائرة التصميم أنت مبرمج أو ديفلوبر، بدك تعرف النوتيشن اللي وصلتك. هون هاي البلاس، ننتبه كمان مرة، هاي البلاس اللي كنا نكتبها بدون ما ننتبه لها صار لها أهمية. النوتيشن هاي الصغيرة، البلاس تعني إنه public، وصراحة أنا كاتب public. ليش صراحة أنا كاتب public؟ من قسم الـ ERP اللي بصمم الأنظمة، مشان إنه ممكن الطباعة ما تبين هاي الزائد تكون صغير كثير حجمها. فأنا بنبه المبرمج الديفلوبر اللي بده برمج هذا الكلاس، بقول له ترى هاي الاتريبيوت هي public، بصير تكون عامة. اسم الطالب بصير يكون عام. رقم الخلوي ممكن يكون private، رقم الجامعي ممكن يكون protect. لاحظوا الآن بصير أنا أوزع بصلاحيات كل فيلد عندي بالداتابيز. الآن هون النوتيشن اختلفت، صارت ماينس، ولأنه هو برايفت. أنا كتبت حتى برايفت، قلت له هاي برايفت. طبعاً هذول لسه بابليك، هذول راح نيجيهم في الشباتر الثانية. هذول لسه بابليك الميثودات، بعدين إحنا بنعملهم برايفت. طبعاً underscore 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 تعني إنه بابليك. لو قمنا الأندرسكور اللي هون بصير برايفت، بس هذا راح نأخذه فيما بعد. فمهم جداً نفهم هاي النوتيشن الجديدة ونرسمها. فالكود اللي بيجيني بعد شوي، الكود اللي بيجيني بعد شوي بيجي سؤال زي هيك. وين راح الكود؟ بيجي سؤال زي هيك. هذا السؤال بقول لك ارسم لي الـ UML diagram، راح ترسم لي الراديوس على أساس إنها public plus radius. لكن ممكن لأحمد أو للمجموعة الثانية أنا أجيب سؤال ثاني نفس السؤال، بس أروح أنا أحط لهم انتبهوا قبل ما نأخذ منكم أسئلة، بدل الكود اللي هون أحط للمجموعة الثانية هون self dot underscore underscore radius equal r. الآن هذا هذا السؤال راح يكون للمجموعة الأولى. السؤال هذا راح يكون للمجموعة الأولى، السؤال هذا راح يكون للمجموعة الأولى، والسؤال هذا راح يكون للمجموعة الثانية. كل واحد منهم راح يرسم كلاس دايجرام. المجموعة الأولى راح ترسم الكلاس دايجرام، تقول هذا سيركل وتكمل كلمة سيركل. هنا راح تكتب لي المجموعة الأولى بلس وريديوس، المجموعة الثانية راح تكتب ماينس وريديوس. هون يكتبوا لي public وهون يكتبوا لي private. طبعا لو كان نكمل السيناريو، لو كانت protect، خلينا نعمل واحدة protect self dot underscore واحدة وradius equal r. الآن المجموعة الثالثة راح تكتب الجواب بالشكل هذا، راح تكتب الجواب بالشكل هذا. البروتكت بنحط لها الهاش والراديوس، وهنا بنقول هي مثلا فلوت او انتجر، وزي ما كتبنا الفواقه، واخر شيء بين قوسين بنكتب هي بروتكت اساس نكمل السيناريو بروتكت. فاذا صارت الان هنا طورنا الكلاس دايجرام بحيث انه تفصل لنا كل التفاصيل اللي بتعكس البرنامج. لاحظوا في عندي كلاس دايجرام وفي عندي اوبجكت دايجرام. بقدر اكتب الكود كامل للكلاس، وبعدين بالمين كود ببلش اكتب انا بالاوبجكت. فهذا سؤال متكامل ما فيهوش نقص، حتى مبين لك شو هم الكورسات اللي بدك تضيفهم، وقديش علامه كل واحد، قديش الفون نمبر، هل هو public ولا private ولا protect، اسمه، وإذا الobject إذا بتلاحظوا القيم موجودة، يساوي يساوي هنا نقطتين نقطتين وprivate. هنا
بيعلمنا شو الداتا تايب، هون بحط لنا الرقم اللي يقابل الداتا تايب. لاحظوا هنا هاي انتجر انتجر، ممكن واحد يعترض يقول والله مثلا الفون نمبر بدي اياه سترينج، صح بصير بدي اياه سترينج لانه فيش عليه عمليه حسابيه. هذا البرنامج بلش يبرمج فيه. الان مش رايحين نبرمجه، هو مبرمج. راح نعطيكم مثال ثاني عليه مشابه له، نرسم يو ام ال دايجرام، كلاس دايجرام واوبجكت دايجرام. هاي الانيشلايزرز بده الاي دي وبده النيم وبده التليفون. الان الكورسز ما اضافوش، تركوا برايفت وبده يضيفوا بالاد كورس. هاي النقطه الجديده اللي اليوم راح ناخذها، او ريجستر، سميه ريجستر هون. هذا ريجستر، طبعا باقي الكود انتم فهمانينه. هاي الريجستر مشان يضيف بالكورسز، لانه هو عبى الاي والان والتي. الاي راحت للاي دي والان راحت للنيم والتي راحت للتليفون، اما الكورسز ما ضافهمش. وهذا حقيقه هو الواقع اللي بصير معنا، انه الطالب في له رقم جامعي وله اسمه وله تليفون ومعه تليفونه، ولما يفتح القبول والتسجيل ببلش يسجل بالمواد. الان هذا البرنامج اللي احنا طورناه بالقبول والتسجيل مشان نسجل المواد. الان هو ما صلاحيات يجي على الريجستر على تسجيل الماده، بيجي بيقول له بدي اسجل مادته السي اس 110، بيحكي له السي اس 111، بيحكي له هل الكورس هذا اللي بدك تضيفه، البرنامج بيشيك عليه هل الكورس هذا موجود من ضمن الكورسات اللي انت مسجلهن اصلا. ولغايه الان ما فيش كورسات، اذا مش موجود بيعمل له ابند اضافه. طيب اذا موجود بيقول له this course is registered before، هذا الكورس تم تسجيله سابقا، ممنوع تسجله بهذا الفصل او ما اخذه منتهي. وهكذا نفس الشيء العلامات اللي بنقدر نضيفها. طبعا الاس تي ار عرفناها والديسبلاي عرفناها، هاي مشان عمليات الطباعه. هون بلش باول طالب، رقمه الجامعي 111 مشان نختصر، وائل، وتليفونه ما بعثش كورسات، قال له s1.register ووداله cs210 الاوبجكت، البايثون سجلها، ال130 سجلها، ال210 لاب سجلها، ال130 اوبريتنج سيستم لاحظوا نفسه ما راح يسجلها، راح يقول له ما بقدر انا اسجل لك اياها. المسج هاي راح تظهر له هذا الكورس تم تسجيله سابقا. وضح المثال شو ضل فيه المثال. هنا على البوينت والريجستر. الان انتبه للاندرسكور اندرسكور اي دي، الاندرسكور اندرسكور نيم على اساس انهم هيدن، الاندرسكور اندرسكور كورس، وهنا جيت اي دي، جيت ست اي دي وجيت اي دي، جيت ست نيم وجيت نيم. ونفس الشيء بده يكون عندنا ست كورس وجيت كورس، بس ما في داعي احنا نعمل ست كورس وجيت كورس. لاحظوها كمان مره عشان احنا نعمل كونسستنسي وتوافق بين الدروس اللي اخذناها وبين السؤال اللي معنا. اذا بتلاحظوا هون في عندي جيت اي دي وست اي دي مشان نتعامل مع الاي دي ونعبيها اذا بدنا نعبي باي لحظه معينه. مثلا طالب غير تخصصه قبل شوي، واحد طالب بيغير لي بكتب لي بيقول لي انا بتحطني غياب وانا تغير تخصصي وتغير رقم الجامعي، راح نحل مشكلته بعد المحاضره. ست نيم وجيت نيم لانهم برايفت. مثلا الفون ما حطته الست وجيت لانه من اي مكان بقدر اضيفه، بس هذول بدهم ست وجيت. الان الكورسز لانه لستا ولانه هيدن عمل له فانكشن اسمه ريجستر، بيعمل ابند للاندرسكور اندرسكور كورس او ما بيعملش ابند طبعا، وما برضاش يعمل ابند بعد ما يشيك. فاذا عمليه الست والجيت او الست بالذات اضافه كورس مش بالست مباشره، بدك انت تعمل السيناريو هذا عشان تتاكد انه تم اضافه الكورس مسبقا او لم يتم اضافه الكورس مسبقا. فبالتالي ما بصير عنده مشكله وبروح على شعبتين مثلا او اس. فلاحظوا انه راح على شعبتين او اس لو انه البرنامج كان زي امبارح. اليوم احنا حلينا المشكله. الان في عندنا برنامج. طيب ظل عندنا انه نكمل البرنامج ونشوف الريجستر كيف بتشتغل، ونتاكد زي ما حكى زميلكم كيف بدها تشتغل الريجستر. والان انا عرفت البروتكت والبرايفت، نيجي نعمل هون برنامج جديد غير عن البوينت، نسميه زي ما هو مسميه. هي هون كويس انه ما اعطانا مشاكل بالنوتيشن. هون انا كتبت له اندرسكور اندرسكور اي دي برايفت، اندرسكور اندرسكور نيم برايفت، بكتب له هون برايفت برايفت كدوكيومنتيشن للمبرمج اللي بده يجي بعديه مشان ينتبه كيف تعمل معها. هون الست اي دي، الجيت اي دي، الست نيم، الجيت نيم، الريجستر. احنا موضوعنا اليوم اصلا الريجستر.
على اساس انه نتاكد انه الطالب هذا. ناخذ اول امر بالمين كود. في عندي انا ناخذ الديسبلاي طباعه. الديسبلاي مهمه مشان نشوف النتيجه. هاي الديسبلاي ديسبلاي ضربت معنا. خلينا نرجعها لورا. اوكي اتوقع انها ممكن تزبط. لاحظوا مثلا جمله الاس تي ار هاي ريتيرن للاي دي تاب اس تي ار للاي دي الرقم الجامعي لانه رقم حول الاس تي ار النيم عمل له اس تي ار ما فيش داعي نعمل له اس تي ار على فكره والله خلينا نقيم الاس تي ار هاي الكورس نيم ما في داعي نعمل له اس تي ار لانه هو كورس نيم الفون لانه هو نمبر نعمل له اس تي ار هاي الجمله كلياتها هي جمله واحده من ثلاث اسطر بشغلها الاس تي ار خلينا نعمل هون s1.display ونيجي نشغلها نفضي الكونسول فضينا الكونسول ونعمل رن مشان نشوف الان الرن برنامج لانه شغال فيه مشاكل في مشاكل بال STR phone معناته نرجعهن نرجعهن ليكون انه بده اياهن نتاكد منهن هاي هون مودي انا هو مودي له دقيقة هون أنا مودي له هي أصلاً الفون طيب تقريباً بدهم STR كلهم معناته لأنه الفون اعتبروا رقم حتى لو أنه مش رقم طيب مش هنا إحنا بس كنا متأكد أنه البرنامج شغال ولا مش شغال بدنا نأخر جملة الطباعة بدنا S1.register سجل .append عفواً دوت ريجستر منودي له قيمة نودي له أول قيمة CS210 بده يسجل الأوبجكت ها OOP أو خلينا نختصر CS210 run سجلها وهيها صارت 210 موجودة طيب أنا بدي أودي له لاحظ هي لما ال 210 إجت على الكود هذا وصلت لهون ال 210 دخلت لهون قال له ال 210 موجوده بالكورسات اللي عندك مش موجوده اضف لها خلينا نضيف واحده ثانيه ونضيف مثلا الاو اس ال 130 بضيفها كمان وبطبعهم الثنتين بجنب بعض لاحظ طبعهم الثنتين بجنب بعض جمله الطباعه طبعا عمليه الاضافه هون الابند الابند بنعرفها من ايام ماده السي اس 111 بضيف عليها لو اجينا هون ضفنا له كمان مره ال 210 ونعمل له رن راح يوقف هون ويقول لي ترى ال 210 تم اضافتها مرتين ما بضيف لك اياها وما ضافش غير ال 210 مره واحده وال 130 مره واحده فهي الفكره من البرنامج انه ما بتوقف ولا بيعمل مشكله ولا بيضيف غلط الماده مرتين للطالب هيك بكون نرجع بدقيقة كيف بدي أرسم أنا الكلاس الكلاس من هون لهون لقبل المين بقدر أنا أرسم الكلاس دايجرام هاي الكلاس دايجرام إجاني أي كود برسم الكلاس دايجرام الجزء الأول العلوي بكتب بيه اسم الكلاس student وبكملها الجزء الثاني نفرض أنه هذا الجزء الثاني والجزء الثالث وهذا الجزء الثالث الجزء الثاني بكتب بيه الاتريبيوت الاي دي والاي دي بقول له هي عباره عن انتجر والان خلينا ناخذ النيم بعديها النيم وبكتب له بخط اليد او على الوورد بكتب له هي عباره عن سترينج مثلا بكمل سترينج الآن ضروري جداً إنه نبلش إحنا نكتب النوتيشن صح الآن الآي دي هي private بحط لها شحطة طبعاً بنفس اللون الخط الأسود أو الأزرق اللي بكتب بيه وبكتب هنا private وهنا بكتب لها protect وبكتب لها هنا الهاش عشان المبرمج يعرف يبرمجها وبكمل الفون مثلاً الفون بكتب الفون هو عبارة عن string أو integer وبكتب هذا public هذا private هذا protect عفوا protect هذا private
وكليات مبنيين بحرف البي ها، وببليك، وهون بكتب زائد. نفس الشيء ببلش هنا هذا الانيشاليزرز وهو public، والذا الاوبجكتات الان من ننزل عليهم بنصير احنا. طب كيف بدي ارسم الاوبجكت؟ بقول له انا الاوبجكت من هون بنزل لتحت بقول له الاوبجكت اللي هو اس 1، باجي برسم رسمته كمان الاوبجكت، بقول هاي رسمه الاوبجكت، هاي هون رسمه الاوبجكت اللي هو الاس 1، وببلش اكتب هون الاي دي، وبكتب عنها انها برايفت، وبكتب قيمتها يساوي وقيمتها مثلا قيمتها 111 او الرقم الجامعي هون النيم، وهي النيم عباره عن بروتكت، وبكتب اسمه بالمفتوح بقول هذا اسمه سامي مثلا. فالان اي كود بيجيك بتقدر ترسم منه، اي رسمه بتجيك بتقدر تكتب منها الكود، هذا المقصود ب